عادي ماريا، فين غادي هارب؟ فين؟ واش كاير هاد بنادم هذا كريزي مان؟ الله اكبر، اوفيت نادي هذا. عرضية ممكنة، متابعة جريزو يا رب. هدف مبكر يأتي من المفتاح الذهبي الذي يفتح جميع الأبواب. مش ممكن يا ولد، مش ممكن يا امبراطور. اشهد له يا بيليه، اكد له يا مارادونا، تحدث عنه يا كروي. انا يتصور افضل، انا يتصور اروع، انا يتصور ابرع، انا يتصور رجل التاريخ. يو واتس اب بويز، لاباس عليكم؟ كلشي مزيان بخير. انا رجعت لكم واحد الفيديو تشالنج على بي اس. اليوم ان شاء الله غادي نديرو اعاده احياء ماتش او مباراه كاس العالم فرنسا ضد الارجنتين، يعني اخر كاس العالم اللي داه ميسي. المهم انا غادي نقصر بالارجنتين ضد واحد الدري صاحبي، غادي نديرو واحد تشالنج وهو غادي يقصر بفرنسا. الفيديو غيكون هربان اوف كورس عاوتاني كيف العاده، سو بلا ما نطول عليكم بزاف. اللي كنتي كتشوفني اول مره درت واحد لايك سبسكرايب كومنت وليتس جو تو اول مباراه. اوكي الخوت، كما كتشوفوا معايا هذه الايكيب ديالي انا الارجنتين. عندي ميسي ديال بغيت ندخل ميسي داك 2015 ولا داك الصغير 2009، بحكم انني لاعب تشالنج الارجنتين خصني نعزل كلشي ارجنتين يو نو. بالنسبه زعما في هذا الباك هذا ميسي لابس الارجنتين عندي شويه لوجيك. بالنسبه للدري انا وليكم ايكيب ديالو، هو عازل المنتخب فرنسا، شرا ديجا باك تاع فرنسا، طاح فيه ريبيري اوف كورس. اللي مازالش بيلانتي راه غياخد ريبيري يومين. هادي دابا ديابي هاد النسخة في الدوري الانجليزي الصراحة زوان، ايكيب ناضية. المهم فرنسا ضد الارجنتين، واش ميسي غادي يقدر عاوتاني يدي كاس العالم ولا لا؟ هادشي اللي غادي نعرفو في هاد الماتش اوف كورس مع المدرب ديال كوي كونتر الهجمات المرتدة. ليتس جو. لعب الارجنتين ضد التعليق البرتغالي لوجيك. سنتر التعليق نيس كون هربان نيس. بسم الله انا الزرق هو البيض. سير لك مارادونا. مانيان ناضي، واو حبس عليه، واو ناضي. يا كادي ماريا ياك ما عرفتش شكون هذيك مولينا. اجي دي ماريا، دي ماري. والهدف الاول ديغو ارماندو مارادونا. بالي الارجنتين استعز فرنسا هذا الماتش والله اعلم. واو 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 زوانه زوانه. كيكون عندك الدفاع ما السرعه ما كايناش في الدفاع كتلقى هجمه مرتده دغيا يو نو. نايس بوينو ماتش غادي كيزا سير على يا كرمال. اوف هاديك انا غادي نبيت تاني مشكل. فهمت انا هاد الهجمات هادو تو خرج هذا ودخل لاخر هذا بلا طومين دي حيدة حيدة بالدعاء. اصدا نادي بوت ميسي ما عادش يقدروك يا ليو ميسي، ما عادش يهابوك يا ليو ميسي. اي عطيه عطيه مبابي شرلقو.
طيب مبابي سير سير علي. واو يا ميسي. اوه لا خطيرة خطيرة. كيليان 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 روميرو كيليان. فازع اوتومين زع 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 نادي باسي وباسي شو باسي قبل عرضية ممكنة متابعة غريزو يا رب هدف مبكر يأتي من المفتاح الذهبي الذي يفتح جميع الأبواب غريزو يسجل أرقامهم ليست سيئة كاربان غريزمان ديسو سيز واع صالح غريزمان عنده اكروباتيك فينيش واخا ما كاتبينش لي يمكن وقال ما كاتبينش لي ولكن عنده ناض شوش ايش باكي سيز بحال هكا واو نايس تاتش الواحد يعني ماتش تاع شامبيونز ليغ كروني فيلم كامل تاتش الواحد تش 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 ليو يا عيني يا ميسي فكرني في هذا العتيب يلا يلا ليتس جو يلا رمل حد فيكم الدرع اولي ولا انزوش كي دير ايك اخويا مروان ايك اخويا العزيز اي انزو مسكي لا 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 ناس ديما واه 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 باش يكون خلي شويه تيريا مشى حق مشى واو 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 واش تنسات لي التسميه تاع تاع الجول ديال ديال الارجنتين تنسات لي يعني يلا شوف تنقول لي روميرو واش تنسيت سميه شوف بالضبط مارتينيز هاي بنتي السميه جون هاد سميه حيده ترى بيت هذا واو دي بول ني 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 الله يجوا يا رب ليتس جو الله على الهجمه الماتش عبد الله يلا يلا الدراري يلا مارتيني سيرا يلا كتر امبروس زعما غنشيد ني 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 والله تعتقني هاد مارتينيز شحال من مره هو كان خصو ينقلع حتى هو ما كانش خصو ينو خصو ينقلع اوكي ماتش واعر روزو ايوا واو يلا 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 ليو ميمكنش ديك السيد شحال تيعتق واو كيعتق ميسي بزاف اصاحبي هو اللي فيه الضو في هاد الايكيب هادي كامل دوز من وسط 40 هاي باسي هاي باسي تخليش اوف سير حال مزيان خلي لي فرصه فين سونتر واو 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 الله يتانا هذا الماتش هذا حماس هذه بالي سي 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 هذا ها سير انت ليتس جو واو واو انزو هذا ياك ولي نقز اي ثينك انزو
Radals. با 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 على مرتدة كديرة. واو واو دقائق الأخير عرفتو غيخرج الجول نقلتو باتيسوس بشخ على ميسي كنا باسيتي دغيا كرة جبناها البيت الخامس عادي ماريا فين غادي يهارب فين كارد بنادم هذا كريزي مان الله اكبر اوفيت نادي هذا تشوف احتفاليات جداد داروا بي اس انيميشن جديده في الاحتفاليات علاش مارتينيز كان خارج بعدا بلا تنشوف كيفاش كان خارج ما فهمتش اني تيرا من هنا وانا ما كنتش مخرج البوشو عاد فاهم والو مكاينش كوفره الله ما باسيت حتى ممكن هاني خديت مش ممكن يا ولد مش ممكن يا مارادونا اشهد له يا بيلي اكد له يا مارادونا تعدت عنه يا كروي انا يتصور افضل انا يتصور اروع انا يتصور ابرع انا يتصور رجل التاريخ اوه على ماتش كبير وكاع البيوت اللي كان بالكي وما كاينش ما كاينش فيهم لوجيك ما ماشي طبيعي هنا الساط هو بزاف تشو فينيش من هنا فينيش من هنا فينيش من هنا وات ذا فاك راه بيوتا ماشي طبيعي كان باركيو حنا راه ماشي هادشي عاد اوكي دابا ندير سونج ما نتفقوا او صافي اللي كان بحال هكا عندي غارناتشو نجرب خلي الفاريز حتى ما يعجبنيش غارناتشو نخرج سير هاد الساعه درت جوج تغييرات ها هي هي كان هي باسي ميسي ولكن هاني نادي مارتينيز داخل سخون واحد هو مي كانو قاطع عليه موت يلا نايس بغيت نباركي انا بغيت نقلب فهمت ما هاديك راه ساهل تباركي من تما بتساطيح كنا باغي نقلب ميسي شي بيت يكون ناض هجمة الأخيرة فرصة أخيرة و با 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 مشات هادي بالا هذيك ربي ماتش نادي والله حتى ماتش نادي استمتعت بهذا الماتش هذه المقابله هذه ميسي راجل المباراه وفي كورس احسن ماتش تقريبا لعبت من بي اس 24 فهمت بي اس 25 دخلات باقي ما درتش فيها شي تشالنج شي لعيبه كان هذا الماتش هذا ميم قاف بالرجوع نادي في كاع المتعه البيوت نادي باسات الاستحواذ كي بالك طلع من هنا شويه كتقول راه تخسر شويه تربح شويه كيجي عاوتاني التعادل شويه كيفوتك بنقطه بزاف شاخده كدرت واحد الكونت بديتو من الصفر حيت انا في بيس 24 ما تحتش فرصه انني ندير كونت من الصفر سو باقي ليا الباك ديال باقي ليا الباك ديال لعبه اسبوع غنسبيني عليه بحال قلت لي باك لعبه الاسبوع اللي عندي فيه جوج محاولات حيت عندي كونت احتياطي وكونت اساسي ولكن كونت احتياطي غنسبيني فيه معاكم حتى وكان تكون عندي شي تشكيله نيت اللي نقدر نبقى نقصر فيها الديفيجن عاد ديك الساعات غنقصر فيها اما دابا غادي نبقى نجمع يو نو نبقى نجمع الكوينز في الكونت الاساسي الكونت الاحتياطي غنبقى نسبيني فيه معاكم نبقى يعني ما نغبلش عليكم على بياس في نفس الوقت نشوفوا على الله الا طاح فينا الاونيس بليتسكول في هذا الباك هذا ديال لعبه الاسبوع اللي حطوا ديال لامين يامال هاري كين كذا الخائن ديمبيلي حتى هو المهم كان الصراحه يجيني لامين يامال اوكي شوفوا نتوما انا ما غاديش نشوف على الله يجي ديمبيلي يا ربي السلام اعوذ بالله مش طراجم جي جمع هذيك جمع نشوف
الخائن ديمبي. السلام عليكم، انا رجعت. المهم دابا مع الكونت الاحتياطي نوريكم بعدا كاين التشكيله هي الاولى. المهم التشكيله باقي كما كتشوفوا راه عاديه، ما فيها زعما شي لعابه. جاني موسيارة في اللعب الاسبوع ديال نهار الاثنين اللي فات، ودابا جمعت عاوتاني من الاحداث. كنت ديجا سبينيت قبل ما يطيح ليا الفكره في بالي انني نريكورد الكونت الاحتياطي تا هو بدا معكم من الصفر. كنت ديجا سبينيت على باك تاع اونيس هنايا حطو بلي تسكر، ها هو سبينيت تقريبا شي 3 ولا 4 المرات. هاي دابا كانت 150 ولا 140. مازال غنسبيني معكم في هذا الفيديو، ولكن قبل نمشيو ناخذوا الفتحه المجانيه في كونت اساسي ثاني ديمبيلي الخائن. عاوتاني انا بغيت هنا لامين يامال بحكم انني ما عنديش الايكيب ناضيه هنا، دونك اي واحد فيهم مزيان غير يعطوني شي واحد من الطوب. هاري كاين ديجا عندي، بغيت لامين يامال. يلا بسم الله ليتسكو نزيدو الصوت. الضو خضر من التحت في وسط التيران. اوكي الله يكون دوري اسباني ماشي دوري اسباني، دوري انجليزي. شكون اودوي سميتو؟ اودوي يس. شوفوا واش عنده شي دبل تات شي لعيبات. هول بلاير نايس غيعاوني. الطاقة ديالو ما بيهمش. سبيد اكسلريشن اوكي. شوفوا شنو عنده هنا. ما عندوش دبل تات، ولكن على السوبر ساب يعني خلي سوبر ساب حد الان. داير هنايا جمال موسيالا خصو واقيلا يكون هنا احسن. مليو كيلعب احسن. يا بسم الله على الله يكون شي الوان، على الله يجي اونيس هذا خلاص. بغيت شي بليت سكور وخاف كونت احتياط زعما تقدر تحول لون صفر ممكن ولا غير ممكن. يكون كو ماشي هايلايت، حابني هايلايت. هايلايت حق كاركين الباير هما اللي هايلايت. ستونز ايه تنقول شي واحد ناقص. المهم ستونز سوا انا اللي جربته في كونت الاساسي و عجبتني هاد البطاقة. المهم الا بغيتوني نجرب لكم الايكيب الاحتياطيه في الديفيجن ونبقاو غاديين، واخا عندنا لعابه غير عاديين حاليا نبقاو غاديين تو كنطلعوا للديفيجن واحد السعودي القمه، قولوا لي في الكومنتات. اوكي المهم تهلاو في راسكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. بيس اوت.